حكيم حيت هو مولا فار وانا ماشي راجل. طارق داني اللي كيجري من ورا مولا بحال شي كلب عمره ما غادي يكون راجل. واش واقفك دير يا تما؟ موقف الخدمه الكليان ما بقى ولا يدخل. مالك يلا نمشي، مالك يلا نمشي نقلبوا على باك. يلا ديمونسيون في هذا العرض هذا بحقيقه يعني اول مره الفيلم كيخرج للوجود، لان الفيلم كيكون يخرج للوجود حتى كيشوفوا الجمهور، واليوم شافوا الجمهور وردات الفعل ديالو كانت كبيره، وكان يعني بوكو ديمونسيون، لان دزت واحد الفترات صعيبه باش ندير هذا الفيلم، او ميم طون صعيبه من ناحيه ديال لان كنت الفيلم شارك معايا الاب واليوم ما حاضرش معايا، والحمد لله اللي الاقبال ديال الجمهور كان كبير، وهذا الشيء ساسولاج، وهذا الشيء كيعطي الامل. وعلى بارابور التيما ديال لو فيلم كنقول الحمد لله حنا في واحد البلاد اللي كاينه واحد الحريه التعبير، وهذا الفيلم هو لو غونت اكزومبل ديال هذا الشيء اللي كانت استغرقت التصوير 8 ديال الاسابيع، ولكن في واحد المده ديال عام ونص. ياك باش واش نقدر نسلك راسنا؟ ياك كتبغيني واكو بيضا. اليوم كان العرض الاول ديال الفيلم ابي لم يموت اخراج عادل الفضيلي في اطار المهرجان الوطني للسينما بطنجه. انا فرحان بزاف لانه هذا الفيلم اليوم خرج وهذا المولود شفناه، فيلم اللي الحمد لله لقى واحد النجاح كبير مع الجمهور ومع النقاد وكاع المتتبعين ديال السينما. فيلم ابي لم يموت اخراج عادل الفضيلي خدمناه بزاف ديال الحب، بزاف ديال الاحترام، ليكيب كامله تكنيك ولا ارتستيك وكل شيء كان كيخدم من قلبه. فاليوم انا الحمد لله فرحان بزاف، زعما فرحنا حتى جاتنا شويه ديال البكيه، لان شفنا هذا المولود هذا جديد خرج، وفيلم اللي صراحه اللي غادي اتت الخزانه السينمائيه المغربيه، اضافه نوعيه زوينه في السينما المغربيه، وكنتمنى لهذا الفيلم حياه طويله ان شاء الله في المهرجانات وفي القاعات السينمائيه. فيلم اللي كيحترم الذوق ديال الجمهور، فيلم اللي فيه بزاف ديال الحوايج مزيانين. قصة الفيلم هي كتهضر في السبعينات في واحد المعالجة ديال سنوات الرصاص، ولكن بواحد الشاعرية وبواحد مجموعة ديال الألوان، في فيلم فيه بلوزيغ كولور، وكنتمنى الفيلم يلقى إن شاء الله نجاح مع الجمهور. دور شفتوه ودور صعيب وخدمناه على مراحل كما سمعتوا في النقاش، ودور ماشي سهل، يعني دور يعني فيه دور المرأة ديجا في ديك الفترة اللي في المغرب، ويعني باش تلعب بديك تلعب جوج ديال في جوج الفضاءات، لان هي عندها هي كتدخل مع الفرنساوي او المستعمر وكتعاود ترجع للميدان الخدمه ديالها، فيعني ماشي يعني بحال كنلقيت راسي انا كنشتغل على جوج ديال لي سيتوياسيون بسيكولوجيك، يعني بحال قلتي كنخدم في جوج ديال كيف غنقول جوج ديال الحالات النفسيه كيخصني، يعني بحال كنكون وحده هنا وحده هنايا، دونك راك شتي الفيلم وشويه صعيب 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 الشخصيه شويه. انا شخصيا ما كانتش مفاجاه بالنسبه ليا هذا المستوى المتميز اللي ابان عليه عادل الفضيلي في الفيلم ديالو الطويل الاول، لان كنعرف عادل الفضيلي ملي دار الفيلم القصير حياه قصيره برهنة بأنه يشتغل السينما يشتغلها بتأثر عميق،
يشغلها بطريقة إبداعية جميلة جدا، وحبه للسينما يجعل منه من المخرجين القلائل في اعتقادي على الساحة المغاربية الذي يحمل فيلمه من الأول إلى الآخر في الوجدان، في الوجدان وفي القلب. إنسان هذا الفيلم اعتقادي ما هو إلا نتيجة للاجتهادات والوقت كياخذ الوقت الكافي باش كل مسألة تدوز على أحسن ما يرام. هناك تأطر بغليغ، هناك إدارة ممثلين ممتازة، هناك سيناريو جميل جدا، هناك تصوير ممتاز، وكل هذه التوابل جعلت من الفيلم ديال عادل الفاضلي هو الفيلم الذي كنا ننتظره من عادل الفاضلي. عادل الفاضلي ما كان تسنى منه إلا كل إنتاج جميل. عادل واحد ولد الساحة الفنية اللي تربى في ساحة فنية، الله يرحم سي عزيز الفضيلي، والله يطول عمر حنان، والله يطول عمر رشدي، والله يطول عمر كاع الإخوان ديالو. عرفتي عادل، عادل ملي كيبدا يشتغل كيشتغل بحب عن 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 جدارة واستحقاق. إدارة، لا إدارة الممثل، لا إدارة يعني الديكورات، لا إدارة كل شيء كل شيء كل شيء. عادل واحد الإنسان اللي حريص على أنه يعطي للناس أحسن ما عنده في دماغه، وهذا الشيء اللي أعطانا اليوم. وهذا الفيلم هذا دياله من أجمل الأفلام المغربية اللي غتبقى في التاريخ ديال السينما المغربية، واللي كنشكروا عليها وكنقولوا له الله يكمل عليك بخير وزيد خدم زيد خدم.